ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء اليوم 1 يونيو قبيل اجتماع لتحالف أوبيك بلس، وبدعم آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة. وطبعا كل هذا مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة اللي هي أكبر مستهلك للنفط في العالم. وتلقت الأسعار دفعة كذلك من بيانات صينية أظهرت زيادة نشاط المصانع بأسرع وتيرة هذا العام في مايو أيار، وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس آب تقريباً 83 سنت أو 1.2% إلى 70.15 دولار للبرميل، مثل ما نحن متعودين أنه أسعار النفط تتراوح ما بين 64 دولار 65 دولار للبرميل الواحد، ولكن عم نشوف الآن أنه عم تتخطى حاجز 70 دولار للبرميل الواحد. وصعدت أيضاً عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار أو فينا نقول 2% إلى 67.61 دولار للبرميل. وذكر مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك أن المنظمة وحلفائها، وطبعاً مثل ما بنعرف هي اسمها أوبيك بلس، رح يلتزموا على الأرجح بالوتيرة الحالية لخفض القيود على الإنتاج تدريجياً في اجتماع اليوم الثلاثاء، بينما عم بيوازن المنتجون بين توقعات بحدوث انتعاش في الطلب وأيضا زيادة محتملة في الإمدادات الإيرانية. وقرر تجمع أوبيك بلس في أبريل نيسان زيادة الإنتاج بواقع تقريبا مثل ما غطينا سابقا بسماشي 2.1 مليون برميل يوميا من مايو أيار إلى يوليو تموز، توقعا لزيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.